السلام عليكم، معكم فاطمة الزهراء. هذا الفيديو يلاه تكتب انه يتحط هذا الفيديو راه تصور في ثاني عيد. اليوم ان شاء الله غادي نديكم معايا نحضروا لواحد العرس في دوار تازوكرت، وغادي نبارطاجي معكم الاجواء ديال العرس الامازيغي، وكتكون هذه هي الدخله ديال دوار تازوكرت. ملي وصلنا استقبلونا بالحليب والحلوى، وكيكونوا هادو هما الاجواء ديال العرس. ودابا غادي نخليكم مع الفيديو. وبنات الساكنه كيستقبلوا الضيوف ديالهم وفرقه احواش بالهدايا. هذه هي فرقة احواش، يلا دخلت. ودابا غادي نخليكم مع مقطع ديال احواش. بعد ما استقبلنا فرقة احواش جينا عند العروس بنات الساكنة والعيالات وحتى الضيوف، كنديروا رقصة احواش وكيكونوا هادو هما الاجواء. دابا وصل وقت العشاء، غادي نبارطاجي معكم بعض اللقطات. راكم عارفين ما نقدرش نصور كل شيء، هنايا صورت لكم غير داكشي اللي قدرت انني نصوره، وهذا الشيء اللي كاين. ودابا غادي نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه، ونتمنى لقيتنا الاعجاب ديالكم. كما شفتوا في الفيديو بارطاجيت معكم بعض اللقطات ديال العشاء، وتبارك الله عليهم كان داكشي في المستوى، سواء في النظام سواء في التسخير، وتعشينا في الوقت وكان كل شيء زوين. وهذه هي اللحظه اللي كيتسناها الكبير الصغير انه يتفرج في احواش. ودابا غادي نخليكم مع الفيديو باش حتى نتوما تفرجوا في احواش ديالهم. صراحه زوين تبارك الله عليهم، وتبارك الله على ساكنه تازوكرت. Thank you.